va nous lire lui aussi un poème lu par monsieur. Ladies and gentlemen, this gentleman next to me is one of our most brilliant filmmakers who was all over the world. Now he's on the stage and he's going to read his own poems. And I will be holding his microphone. Isolé, là, je me suis fait un jeu. Merci beaucoup, vraiment, pour j'ai trouvé un poème. Je vais lire un poème que j'ai écrit il y a 40 ans. Le texte du Moutoussoufi, c'est le politiquement correct. Là, ça va être le politiquement incorrect. Alors. إراني ما نموتش لين يموت الكبي في عيون العزال وينطق المخبي في حجرة الحرام يتفرق دماغ بالقوالب معبي من طاعة الشياب عمري وانا نموت كيولي فرشي صحراء ويزيد عليا المرض لين تاخد البنات من بدنها غرض تفيش تشمر وتفجع الفرد وترفض باش تعمر للوحوش هالارض حتى نعيش ملعون تحوك فيها الدعوة الناس بالجنون تتعتق الشهوة من الفاتحة والقانون تضحك البنات تخلع صور القهوة وتشبع العيون بقرون الشيطان ونحل الكشط ونغلط معاهم على طول الخط يسلخولي وجهي بدعاهم يطاير للسماء دخان بمطابق إيمان سطورهم منفوخة وعيونهم مدوخة يعريوا اللبسين ويحشموا بالعريان لا ترتع الموت ولا تاكل باعي وانا ميت حي لين نحرق في كفي شعرة سيدنا علي لين نحط صباعي في عيون العمي ونخرج اوجاعي وتقعد عيني حية لين تنور سبة في افام صغاري وتداوي المحبة ما احلى ولاد الحرام كيعملوني دوكا ويرميوا افكاري بين يدين الطبة كيفاش باش نموت وقليدي بدد قبل ما نفصل عيطة تفشح حقيدي ننشر العقول تشيح على الشريطة تاكل منها الشمس وتبخر للند لا تتنفس موت لا يصليوا عليا لا تقبلني كعبة لا تتشمت فيا لا سمعة لا شعبة لا تغلبني حيلة لا نلبس على يديهم من الأبيض تبديلة كي نولي كبريت نضوي حتى ليلة أنا الفرخ العايق نعيش حتى فتيلة نشعلها حرايق خلي يقولوا هبلة لوحني شيران جثة مع الفيران فوق قصور السلة نوصل حتى المية على لساني نعكس سنوني في يدي سبحة قلبي حي ينكس نخوط البر كفني على ظهري نغني للجدود لين يوصل شهري وينزاد فرق لحمي صدقة على عتب الشوامع وتسمع به الخلق